السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي طلبة وطالبات كلية هندسة، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله اليوم نكمل معاكم اللي بديناه في differential equation اللي هو classification of differential equation. اليوم عندنا 8 أمثلة هناخذهم بعضها بأفكار مختلفة متنوعة، نهاية إن شاء الله نكون مكملين جميع أفكار classification of differential equation. عندنا مثال الأول يقول dy على dx زائد y تساوي e plus x. طبعا عندنا هنا العمود ال O هو order وال D هو degree. linear or non-linear اعتقد انها هي واضحة. اما ال order، تعريف ال order هو اعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية. نجي نبحث معادلة تفاضلية ونشوف شنو هو اعلى تفاضل اللي هو بالنسبة للمؤثرات التفاضلية، سواء تفاضل اول، تفاضل ثاني، تفاضل ثالث الى اخره. وين هذا الديجري هو اعلى اس لاعلى تفاضل، اعلى اس لاعلى تفاضل. يعني بتشوف بعد ما شفنا في الاوردر شنو هو اعلى تفاضل، بنشوفوا شنو هو اعلى اس لاعلى تفاضل، حنوضحوا كلمه. اوكي، بعد عندنا لينير اور لينير اللي هو تحليل هويه المعادله، ما اذا كانت خطيه او غير خطيه وكيف نعرفوها. قلنا نحن نشوف المتغير واي او المؤثرات التفاضليه بالواحد، ولازم يكون اس تساوي واحد. لو أصل أكبر من واحد ما يجيش لينير. أوكي؟ تمام. عندنا المعادلة الأولى، عندنا دي واي دي إكس زائد واي تساوي إي أس إكس. هنا عندنا التفاضل الأول، هذا التفاضل الأول كأنها واي داش. أوكي؟ زائد الواي تساوي إي أس إكس. تمام. نشوف الأوردر. أوردر تعريفه أعلى تفاضل بعد تفاضل، يعني مؤثر تفاضل واحد، لذلك حيكون أعلى تفاضل هو التفاضل الأول. وشو القصة بتاعها اللي هو أعلى قصة لأعلى تفاضل هو تعريف الديجري اللي هو حيكون واحد برضه. لينير أور نون لينير، عندنا الواي هنا قصها واحد والمؤثر التفاضلي قصها واحد، لذلك تقعد لينير. جو المعادلة الثانية، عندنا مؤثر التفاضل الأول مؤثر التفاضل الثاني. أوكي؟ قصدي بين الترتيب، عندنا هنا عندنا اثنين، عندنا واحد واثنين، لذلك مؤثر التفاضلي هنا تفاضل بدرجة كم هذي؟ تفاضل درجة ثانية، تفاضل درجة ثانية، ولا لا؟ يعني هذا التفاضل الثاني، هذا التفاضل الثاني. الأوردر قال أعلى تفاضل في معادلة تفاضلية. فعندنا هنا اثنين صح؟ هنا اثنين تفاضل ثاني، لذلك يبقى الأور تساوي اثنين. تمام. نشوف الديجري، هنا اثنين نفس الأس، لذلك حيكون واحد. لينير أور نان لينير، قلنا نشوف المتغير الواي وجميع مؤثرات التفاضلية تاعتها، ما لهاش علاقة بالإكس، لذلك إكس تربيع ما بحثش فيها، يبقى عند المؤثر التفاضلي هذايا، مؤثر التفاضلي هذا أستاذن واحد، لذلك تبقى لينير. جو المعادلة الثالثة، عندنا مؤثرين تفاضليين، لذلك جو تعريف الأوردر، أعلى تفاضل معادلة تفاضلية، هذا هذا، أعلى تفاضل فيهم، هذا، تمام؟ فيبقى عندنا ثلاثة. هو التفاضل الثالث. تمام. أعلى أس لأعلى تفاضل معادلة تفاضلية اللي هو هذا أسها واحد، لذلك هلا بتشوف لينير أور نون لينير، عندك مؤثرين تفاضليين هذا أسها واحد، تمام. جو هذا أسها ثلاثة وهذا مخالف للتعريف، لذلك حتكون نون لينير. جو المعادلة الرابعة، عندنا مؤثر التفاضل الأول مؤثر التفاضل الثاني. أوكي؟ يعني عندنا مؤثرين تفاضليين، لذلك هذا مؤثر تفاضلي للتفاضل الأول، هذا مؤثر تفاضلي للتفاضل الأول برضه، لذلك يبقى عندنا هنا الأوردر هو أعلى تفاضل في معادلة تفاضلية اللي هو عندنا واحد، هنا اثنين واحد. أوكي؟ تمام. جو الديجري، شنو أعلى أس لأعلى تفاضل في معادلة تفاضلية؟ عندنا مؤثرين تفاضليين، واحد تربيع وواحد أس واحد. هذا ليش في التعريف اعلى اس لاعلى تفاضل؟ هنا في اعلى تفاضل اي نعم، لكن بتاخذ اعلى اس فيهم اللي هو تربيع مش واحد. الديجري تساوي اثنين. بالنسبه لينير اور نون لينير تلقى اكثر من اس واحد في تغير واي او مؤثرات تفاضليه اس اكبر من واحد، لذلك يبقى نون لينير. عفوا، بما انك قلنا نون لينير، لو هذا اس واحد عندنا متغير واي
عندنا sin الواي. sin الواي أو الدوال مثلثية بصفة عامة مهناش دوال خطية. يبقى sin الواي بجميع الدوال المثلثية بما فيه cosine وtangent وcotangent وsecant وcosecant كل الدوال غير خطية، ولذلك لو كل أس واحد لقيت sin الواي للمتغير واي ندعو على الواي، لو لقينا x مش هبحث فيه، لقينا y معناها ابقى الدالة غير خطية. اوكي، اكيد سألته توا وقلت شو هن الدوال اللي خلن الدالة غير خطية. زي ما عندنا الدوال الأسية e أس y، وعندنا برضو لن الواي. شو رفع عندنا؟ عندنا الدوال المثلثية مع الواحد اللي هو يقول مثلا tangent، حتى الدوال inverse عندنا الدوال كثيرة الحدود اللي هو y أس n، بحيث أن n لا تساوي واحد. لو لمحتوهن في المعادلة تكون المعادلة غير خطية. أوكي؟ خش على المعادلة اللي بعدها. تمام، عندنا المعادلة هذه معادلة رقم 5، قال لك عندها ثلاث متغيرات، اثنين مؤثرات تفاضلية ومتغير ثالث. اوكي، عندنا المتغير الظاهري مش متغير لانه y اس 5، هذه علامة الاس ب. بالنسبة لهذه لو جبت هيكي هنقول y اس 4، بس لو جبت هيكي هتكون تفاضل الرابع. اوكي، يبقى هذا التفاضل الرابع. اما ال y تريبل داش اللي هو الثلاث اقود اللي هو حيكون التفاضل الثالث. ولذلك شنو الاوردر اللي عندنا؟ عندنا معادله تفاضليه، معادله تفاضل عندنا هو التفاضل الرابع، لذلك الاوردر حتكون 4. بالنسبه للدجري اسها 1. لما نجي نشوف لينير او نان لينير عندنا المعادله حتكون نان لينير. ليش؟ لان هذه اسها 1، تمام، اسها 1 تمام، هذه اسها 5. عندنا هنا y أس n، بحيث ان n لا تساوي واحد، لو ما تساويش واحد فعلا حتكون معادلة non linear، لذلك هنا حتكون non linear. اوكي، معادلة السادسة عندنا y triple dash 3 t تكعيب y double dash ناقص cosine 5 t. فلذلك هنا عندنا كم مؤثر تفاضلي؟ مؤثرين تفاضليين. عندنا متغير y، ما عندناش. اوكي، عندنا بالاضافه اليها متغيرات تي. اوكي، فلذلك قلنا في حاله اللينير اور نان لينير نبحث متغير واي ومؤثراتها التفاضليه فقط لا غير. اوكي، فلذلك نجو هنا بدايه اوردر هذا تفاضل ثلاثه، تفاضل ثانيه بالاوردر بتاعنا ثلاثه. اعلى قصدي اعلى تفاضل اللي هو واحد هتكون واحد، تمام. لينير اور نان لينير بشوفوا المؤثرات التفاضليه الواي، ما عندناش تغير واي، يبقى عندنا هذا اسها واحد، اسها واحد كوساين 5 تي. هنا كوساين 5 تي جا دوا على تي، ما دواش على الواي، لذلك مش خاش الحسبه. اوكي، لذلك تبقى اسها واحد، اسها واحد ما فيش واي، هنا نبقى لينير. تمام، عندنا المعادلة هذه كما تشوفوا رقم 7، أي نعم طويلة بس المفهوم ما زال مفهوم واحد. الأوردر تشوف أعلى تفاضل معادلة تفاضلية، والديجري بتشوف أعلى أس لأعلى تفاضل معادلة تفاضلية، ولينير أو نون لينير بتبحث في متغيرات الواي ومؤثرات تفاضلية من ناحية الأس بتاعها، لازم يكون تساوي واحد لو تبقى لينير. أوكي؟ فعندنا هنا واي تربل داش زائد y في y دبل داش زائد 2 y داش تربيع زائد sin y زائد e أس t في ال y تساوي 0. اوكي، عندنا كم حد؟ 5 حدود، صح؟ الخمس حدود ذلنا فيهن y بالنسبة للمتأثر مؤثر تفاضلي أو متغير. اوكي؟ تمام، بنشوف أول حاجة في الأوردر. تقول لك في الأوردر هو أعلى تفاضل معلى تفاضلية، هذا التفاضل الثالث. تبقى الاوردر بتاعنا تساوي 3، تمام. جو ديجري اعلى اس لاعلى تفاضل، اعلى تفاضل عندنا اس 3 تربل داش، تبقى الاس بتاعها 1، تبقى الديجري بتاعنا 1.
نجو للينير او نان لينير. طبعا هي واضحه معظمكم حلها اوكي، هي نان لينير. خلينا نحاولوا الحاجات عشان نوصل لصوره لينير اوكي. حاولوا المتغيرات حطوها على جنب باش نخلي المعادله لينير اوكي. نديروا مع بعضنا زي مثلا اي اس تي في الواي. اي اس تي هي الاي داله الاس الطبيعي، قلنا هي داله غير خطيه، بس هنا اس تي ماهيش اس واي، لذلك برا الحسبه. والواي اسها واحد تمام خطيه، عندنا خطيه. نجي اللي بعدها ساين الواي، قلنا الدوال المثلثيه، اي داله مثلثيه داله غير خطيه، لذلك هذه كان حولناها ممكن حتكون معادله خطيه، بس هشوف اللي بعدها. تمام، 2 في واي داش تربيع اوكي، مؤثر تفاضلي للتفاضل الاول بقصه تربيع، لذلك الان لا تساوي واحد، لذلك هتبتدي تتاثر في العمليه. يعني لو حولنا هذه ولا هذه، هذه وهذه، هتكون معادله خطيه. لا، خلينا نشوف الباقي المعادلة. عندها واي في واي دبل داش تمام. سبب حطي في المعادله هذه عشان اوريكم الصوره هذه. لما تشوف متغير واي مضروب في اي مؤثر تفاضلي، هذا يخلي المعادله غير خطيه على طولك اوكي. زي يعني مثلا واي في واي دبل داش، او نقول واي تربل داش في واي دبل داش، زي مثلا هيك واي دبل داش في واي تربل داش، انت ما تقدرش تحطهم مع بعضهم باش تخليها اس واحد، لان يختلف في درجه التفاضل. لذلك حتى نفس القصه، هنا عندك درجه تفاضل وهنا عندك متغير واي، لذلك ما تقدرش تضربه باش تخلينا اس تربيع، لذلك نحطها جنب بعضها. لذلك حتى هي محسوبه الحسبه. لو حولنا هذه الثلاثه الى واي تربل داش زائد اي اس تي في الواي تساوي زيرو، هيتجي لينيا، لكن هيك حتقعد نان لينيا تمام. عندنا المثال الاخير، عندنا معادلة تفاضلية، عندنا التفاضل الثاني لكل تربيع زائد التفاضل الأول لكل تكعيب تحت الجذر تساوي y زائد sin x تمام. لما جينا بناخذ الأوردر هنا، يفضل إنك أنت تخلص من الجذر باش يطلع عندك صورة واضحة. كيف تخلص من الجذر؟ ناخذ تربيع الطرفين أوكي؟ تربيع الطرفين. فالتربيع هي مش مع الجذر، لذلك الصورة بتاعتنا حطها عقل آتي، بالتالي تكون بالصورة هذه اللي نشوفها قدامنا، اللي هو تفاضل ثاني كل تربيع زائد تفاضل أول لكل تكعيب تساوي واي زائد ساين لكل تربيع تمام. توا نجي ناخذ الأوردر. شو تعريف الأوردر؟ هو أعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية. عندنا المعادلة التفاضلية تفاضل الثاني تفاضل الأول، أما هنا عندنا متغير واي، لذلك أعلى تفاضل عندنا هو التفاضل الثاني تمام. خش على الدقري، عندنا الدقري هنا هو اعلى اس لاعلى تفاضل، يعني عندنا بالبحث عن اعلى اس جيناها باعلى اس نكمل باقي التعريف لاعلى تفاضل اللي هو يكون 2 تمام. نجو توا بنف لينير ولا نون لينير، واضحه جدا هتكون نون لينير. استكفينا اليوم، هذه ان شاء الله 8 امثله تكون كافيه ووافيه، واي حاجه اكتبوا لي في مكان التعليقات تحت، ودمتم في امان الله.